ماشي ماشي اوكي. هو الشباب بيكمل صباح الخير يا شباب، النهارده هنشتغل لسون 1 مع بعض. جهزوا بقى نفسكم كده ان احنا هنبدا مع بعض ان شاء الله نشرح لسون 1. نعمل ريفيجن سريع على شويه حاجات مع بعض ونشتغل لسون 1. اول حاجه النهارده الدرس بتاع النهارده اسمه Bonds and Forms of Molecule. عايزين نشوف أول حاجة الـ Bonds and Forms of Molecules. على ان احنا الاليمنتس اللي حوالين الراوند اس، الاليمنتس اللي الراوند اس كونسيست من حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ ستيبل اليمنت وان ستيبل اليمنت. نقول تاني، احنا عندنا الاليمنت كلاسيفايد انتو صباح الخير يا شباب، هنشتغل مع بعض النهارده الليسون 1 في شابتر 3 اللي هو بيتكلم على Bonds and Forms of Molecules. هنبدا نشتغل مع بعض واحده واحده كده ونفتكر شويه حاجات. ميزه الدرس ده ان معظمه على حاجات احنا اتكلمنا فيها قبل كده، هنبدا نتكلم عليها تاني ونقولها مره كمان. أول حاجة هنتكلم على Bonds، وكلمة إن أنا بكلمك على Bonds يبقى أنا هقول لك المرة دي أنواع، أو في الدرس ده لازم تكون عارف أنواع Bonds. في منهم حاجات إحنا خدناها مع بعض، في حاجات أول مرة هنبدأ نسمعها. And the forms of Molecules. أول حاجة لازم تبقى عارفها إن إحنا عندنا إن الـ divide into حاجتين، الـ
الاليمنت اللي موجوده اراوند اس بقسمها انا الى حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ ستيبل اليمنت تمام وان ستيبل اليمنت. وهنبدا نعرف ايه الفرق بين كلمه ستيبل اليمنت وان ستيبل اليمنت. ستيبل اليمنت دي معناها او ان احنا نقول عليها اسم تاني اللي هو النوبل جاز. يبقى الستيبل اليمنت او الايه النوبل جاز تمام. دول بيتميزوا بايه الستيبل اليمنت او النوبل جاز؟ ان الاوتر موست انرجي ليفل از ايه بقى؟ اوتر موست انرجي ليفل مانو كومبليتلي فيل. بص الكلمه هو كومبليتلي فيل، وكلمه كومبليتلي فيل هيبقى كومبليتلي فيل بس كام الكترون؟ 8 الكترون. تاني الستيبل اليمنت هما دول النوبل جاز اللي بيبقوا كومبليتلي فيلد ويز 8 الكترون. تاتش اي حاجه بقى، تعالى النيون تن لو كنت عملت لها هلاقيها 2 8 اهو كومبليتلي فيلد. الاكسبشن الوحيد اللي عندي مش هيبقى كومبليتلي فيلد ويز 8 الكترون اللي هو مين؟ الهيليوم، لان هو عنده اوتر موست انرجي ليفل بتاعه واحد وده كومبليتلي فيلد ويز 2 الكترونز. بنسمي الستيبل او النوبل جاز باسم تاني اللي هو انرت جاز او ان اكتف. كل دي اسماء بلاقيها بقولها على الستيبل. وليه بيعتبر انرت او ان اكتف؟ ليه ما بيتفاعلش مع الاخرين؟ علشان هو مش عايز لا لوز ولا جين ولا شير باي من الالكترونز تمام. بيتميز برضو النوبل جاز او الانرت جاز او الان اكتف ان هم الاوتر شير بتاعهم NS2 NB6 is completely filled. ودي من الصفات اللي هي بتاعة النوبل جاز. آخر حاجة هتكلم على النوبل جاز فيها إن هما بيبقوا مالهم مونو أتوميك. مونو إيه؟ أتوميك. خلاص كده؟ يبقى نكرر تاني كلامنا. أنا الـ elements عندي is classified into stable elements and unstable elements. الـ stable elements such as noble gas we noble gas احنا عارفين is complete electrons. Substances بتاعتهم اللي هي NS2 NB6 بيبقوا completely monoatomic، معنى ان هم monoatomic، معنى كده ان هم is consist of one atom. ده الكلام على ال unstable. تعالى بقى نتكلم على سوري ده الكلام كان على الستيبل. تعالى نتكلم على الـ unstable element. الـ unstable element دول بقية المجموعة بقية الـ elements الموجودة في الـ rest of elements in the periodic table. فاكرين الـ periodic table وكنا بنتكلم عليها؟ الـ periodic table كان consists of ادي الجزء ده هو ده النوبل جاز اللي عندي. ده النوبل جاز اللي احنا كنا بنقول عليهم دلوقتي ان هم unstable سوري بنقول عليهم stable وبنقول عليهم ان هم inactive elements. باقي المجموعه دي كلها كده دول بيعتبروا بقيه المجموعه دول هم دول الايه؟ الـ unstable elements. هما دول الاليمنتس اللي عندي الغير مستقرين تمام كده؟ تمام. طيب هما كلهم لو تلاحظوا بيحاولوا انه يخشوا بالكيميكال رياكشن، بيحاولوا يعملوا ايه؟ بيحاولوا ان هم يدخلوا الكيميكال رياكشن عشان ريتش تو ذا نيرست نوبل جاز. تاني معظم يعني حاجه زي الهيدروجين كده، الهيدروجين بيحاول ان هو enter chemical reaction علشان يوصل to the nearest noble gas اللي هو الهيليوم، يبقى عنده 2 الكترون. حاجه زي الصوديوم،
هتلاقي الصوديوم بيحاول هو والمغنيسيوم يحاولوا ان هم يعملوا لوزنج للالكترون عشان يوصلوا تو ذا نيرست نوبل جاز النيون. تمام كده؟ فاحنا عندنا معظم الانستيبل اليمنتس كلهم بيحاولوا اذا كان لوز، بصوا بيعملوا ايه؟ لوز او جين او شير باي الكترونز تو ريتش تو ذا نيرست نوبل جاز عشان يوصلوا لاقرب نوبل جاز في الاستابيليتي بتاعته عشان يوصلوا للاستابيليتي. ماشي كده؟ احنا عندنا قلنا ان النوبل جاز دي كلها انتد ويز 8 الكترون ان ذا اوتر موست انرجي ليفل. فاحنا قلنا ان انا محتاجه اعمل ثلاث حاجات باي لوزنج جيننج او شيرنج. عندي جزء مهم لازم ابقى فاهماه في الكيميكال رياكشن. الكيميكال رياكشن يا جماعه ما عايزين الكيميكال رياكشن نتكلم عليها. بنقول ان الكيميكال رياكشن حاجه زي عندي AP plus XY. تمام كده؟ كان بيديني ايه؟ فاكرين الكيميكال رياكشنز كنا بنتكلم عليها بنقول ايه؟ بنقول ان هنا بيحصل لهنا حاجه اسمها بوند بريكنج. بوند بريكنج يعني ايه؟ تكسير الروابط اللي ما بين الاتومز اللي هنا عشان يحصل بوند فورميشن، تكوين حاجات جديده. تمام كده؟ بوند فورميشنز ده جزء كده كان جايبه في الكتاب كان بيتكلم عليه في كلمه البوند بريكنج والبوند فورميشن عشان يبقى طريق ليا للدخول الى ها الدخول الى ايه؟ الى الجزء بتاع البوند. ماشي؟ طيب عايزه بقى هنا في الحته دي كان عايز يفهمني حاجه، عايز يفهم الفرق ما بين الكيميكال رياكشنز، الفرق بين الكيميكال رياكشنز والفرق بين كلمه ان انا بعمل مجرد ميكشرز، ان انا بعمل ايه؟ بعمل ميكشر. يعني ايه ميكشر؟ خلي كده اللي هو بريدك تيبل على جنب كده عشان نعرف نشتغل. تمام؟ ايه الفرق بين ان انا اعمل كلمه ميكشر يعني ايه كلمه ميكشر هنلاقيها في الكتاب وكلمه كيميكال رياكشن، ايه الفرق بينهم؟ يعني ايه بعمل كيميكال رياكشن ويعني ايه بعمل ميكشر؟ ميكشر ده ظريف جدا، حاجه زي اللي انا جبت دلوقتي كده بيكر ورحت حاطه فيه ايرون فيلينجز، انا حطيت الايرون وحطيت معاه سلفر. طول ما الميكشر ده موجود انا اعرف افصل بسهوله جدا من غير ما هعمل هيتنج ولا بعمل اي حاجه، انا حطيت شويه ايرون فيلينجز وشويه سلفر، هلاقي طول ما انا حاطه الايرون على السلفر ده ما بيحصلش، انا شايفه الايرون وشايفه السلفر وكان بي سيباريتد ايزلي ويقدر ان انا افصله بسهوله. ده كده في الحاله دي اسمها physical process. اسمها ايه بقى؟ عشان تبقى انت برضه فاهم الفرق بين كلمه physical ايوه انا حطيت شويه مكونات على بعض وخلاص كونوا ميكشر، وفرق بين انا عملت chemical process او chemical ريت الايرن مع السلفر فهيديني الايرن بلس السلفر هيديني كومبوننت جديد خالص، كومباوند جديد خالص اسمه ايرن سلفايد. في فرق بين الفيزيكال بروسيس وفي فرق بين الكيميكال رياكشن. تمام كده؟ وطبعا ده بيحصل لما بعمل الميكشر ده بس باي هيتنج، يبقى انا كده غيرت في المكونات بتاعته وغيرت في شكله، يبقى ده اسمه كيميكال رياكشن. تمام؟ خش في جزء تاني برضه اتكلم عليه في الدرس اللي هو لوز الكترون
دوت سامبل، وده لذيذ جدا. كان بيتكلم على ان انا حاجه زي الصوديوم مثلا، الصوديوم ان ايه 281، فكان بيتكلم الاستاذ لويس ده على حاجه اللي هو الالكترون ان ذا اوتر موست انرجي ليفل از ريبريزنتد باي دوت. ازاي بقى؟ وقال لك ان الجزء ده كله اللي هو النيوكليوس اللي هي الاتوم بالالكترونز الانر الكترونز هيمرمز لها بالايه؟ بالاسم بس. يعني الصوديوم هيبقى الان اي، والان اي هنا معناها تعني ان دي الاتومز مع الانر الكترونز. طيب امال الاوتر موست انرجي ليفل اللي هو 1 ده هيتكلم على ايه؟ هيعمله على شكل دوت كده. تعالوا نعمل مثال تاني. عندي حاجه زي استاذ مغنيسيوم 282، هعمل ايه؟ اخد كده دول اللي هو الانر الكترونز بالاتومز اللي هي ام جي، واروح واخده 2 الكترونز. تمام؟ بس انا مش بعمل لهم دبلنج كده على طول، امال بعمل ايه؟ بروح حاطه الاول الكترون فوق والكترون تحت. طيب حاجه مثلا فيها 3، تمام؟ 3 هعملها ازاي 3؟ هروح حاطه زي الالمنيوم مثلا، هروح حاطه دوت فوق هنا وهنا مثلا. طيب حاجه زي السيليكون فيها 4 الكترون ان ذا اوتر موست انرجي ليفل، السيليكون فيها 4 الكترونات في الاوتر موست انرجي ليفل اهو. تمام؟ طبعا انت في الكتاب لو جالك اعمل لويس الكترون دوت، انت عندك الامتحان بيبقى اوبن بوك، سهل جدا ان انت تبقى حاطط البريودك تيبل قدامك وتشوف الاتوميك نمبر وتعمل الكترونيك كونفيجريشن، الموضوع بيبقى سهل قوي. الجزء بقى المهم ان انا بعد ما عملت الفور الكترونز كده، طب حاجه زي الفوسفورس عندها الكترونز هعملها ازاي؟ قال لك هتعمل الاربعه دوتس الاول وبعدين تبدا تعمل بيرنج للالكترونز تاني. انا برسل اكوردنج تو ذا لويس الكترون دوت، بعمل الاول الفور هم 1 2 3 4. طب والخامس ابدا اعمل بيرنج. طيب عايزه بقى الجزء ده عشان بيجي له الاسئله كتير. احنا قلنا ادي الفوسفورس اهو 1 2 3 4 5. التو الكترونز اللي اتعمل لهم بيرنج ده ليهم اسمهم ايه بقى؟ اسمهم لون بير اوف الكترون. اسمهم ايه؟ لون بير اوف الكترون. طب امال دول اسمهم ايه؟ اللي هم لوحدهم دول، دول اسمهم بوند بير. البوند بير دول، دول اللي هيخشوا دلوقتي يعملوا الايه؟ الشيرنج في البوند، عشان كده سمي بالبوند بير. لكن اللون بير ده هيخش يعمل نوع من انواع البوندز هنقولها كمان شويه وهندرسها باستفاضه ان شاء الله كمان درس او درسين كمان. يبقى احنا عندي حاجه اسمها ان انا لما كنت اكوردنج تو ذا لويس الكترون دوت قلت برسل الدوتس بالمنظر اللي انتم شايفينه. طيب بعد كده لما بيكون عندي اكتر من اربعه ابدا اعمل حاجه اسمها بيرنج اوف الكترونز. ادي عملت البيرنج اهو، المنظر اللي انت شايفه اللي هم التو الكترون بيرز مع بعض اسمهم ايه؟ لون بير. طب امال السنجل دوت اسمهم ايه؟ بوند بير. كل ده هنبدا نكرره نفس الحكايه لغايه ما اوصل لحاجه زي الارجون مثلا. الارجون كده تعالى نعملهم، هم كام في الاوتر موست انرجي ليفل 8؟ انا هعمل 1 2 3 4، وبعد كده ابدا اعمل بيرنج بالمنظر اللي انت شايفه. عملت الاربعه بيرنج ده بالنسبه للارض. طيب نخش بقى على التايبس اوف بوندز، انواع البوندز. هتلاقي نفسك سامع حاجات انت سمعتها قبل كده وفي حاجات جديده عليك. تايبس اوف بوندز، تايبس اوف بوند الاول اقسمهم الى حاجتين، كيميكال
كيميكال بوند. في بوند تانية اسمها فيزيكال بوند. النوع الثاني الانواع التايبس اوف بوند عندي نوعين، في كيميكال بوند، في حاجه ثانيه اسمها فيزيكال بوند. الكيميكال بوند هتلاقي ثلاث حاجات تحتيه اللي هما ايه، هما ايونيك، وده طبعا انتوا حافظينه من زمان الايونيك بوند، وفي الكوفالنت بوند، وفي التالتة وجديدة عليا شوية اللي هي الكوفالنت بوند، دي هنقولها إن شاء الله بالتفصيل مع بعض الدرس. طيب الفيزيكال بوند، يبقى احنا اتفقنا ان انواع البوند هقسمها لكيميكال، تحت كلمة كيميكال بوند متقسم ايونيك بوند وفالنت بوند وكوردينيت بوند. طب الفيزيكال بوند، الفيزيكال بوند حاجتين، ايه هما الحاجتين دول؟ هيبقى عندي هيدروجين بوند وفي الميتاليك بوند، وبرضه هنقولهم ان شاء الله. تمام كده؟ يبقى احنا عرفنا تقسيمة البوندز اللي عندي، انا عندي كيميكال بوند وقلنا الايونيك وكوفالنت وكوردينيت، وفيزيكال بوند اللي هم الهيدروجين والميتال. النهارده الشغل بتاعي هنتكلم على الايونيك بوند. تمام كده؟ نتكلم على الايونيك بوند. الايونيك بوند دي من الحاجات المهمه جدا اللي بتعتمد على كلمه انت خدتها قبل كده الترم الاول اللي هي الالكترو نيجاتيفيتي، اللي هي الايه؟ الالكترو نيجاتيفيتي. كل ما بتاخد بالك انك بتمشي كده هتبدا تكتشف ان الالكترو نيجاتيفيتي بيحصل لها ايه؟ ها؟ الالكترو نيجاتيفيتي بتقل ولا بتزيد؟ الالكترو نيجاتيفيتي ديكريز. الالكترو نيجاتيفيتي ديكريز according to the radius. الراديوس بتاعت الاتوميك راديوس بتاعتي بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها increase. يبقى as we move from left to the right in the periodic table بلاقي ان الالكترو نيجاتيفيتي بتقل، تمام، و الراديوس increase. تمام كده؟ يبقى الالكترو نيجاتيفيتي بتقل as the radius increase. سوري احنا نعكس، انا اسف، معلش معلش نقولها تاني. سوري احنا بنتكلم على، معلش انا بتكلم على، نقول تاني بالراحه، الراديوس، الراديوس بيحصل له ايه لما بمشي كده؟ الالكترو، الراديوس بيقل، الالكترو نيجاتيفيتي الراديوس هو اللي بيقل، والالكترو نيجاتيفيتي increase، الالكترو نيجاتيفيتي بتزيد وبتقل as we go من up to activity decrease، كل ما من up to down بلاقي ان الالكترو نيجاتيفيتي بتقل. نقولها تاني عشان اللخبطه اللي حصل. احنا الالكترو نيجاتيفيتي، اولا انا بتكلم عشان ما تنساش، بتكلم على الايونيك بوند. الايونيك ايه؟ بوند. الايونيك بوند ديبند على اول حاجه لازم تبقى عارفها من الحاجات المهمه في الايونيك بوند، الالكترو نيجاتيفيتي. والالكترو نيجاتيفيتي ديبند على الاتوميك ريديوس زي ما انت شايف كده. واحنا ماشيين اكوردنج تو ذا بيريودك تيبل هتلاقي ان الالكترو نيجاتيفيتي انكريز، الالكترو نيجاتيفيتي مالها بتزيد جدا واحنا ماشيين. طيب من خلال تحمل اب تو داون الالكترو نيجاتيفيتي ديك ريز. حلو كده الكلام؟ طيب نيجي بقى بعد كده نتكلم على الايونيك بوند. انا بس كنت بفكرك بكلمه الالكترو نيجاتيفيتي عشان هتلاقيني استخدمتها معاك في الايونيك بوند. تعالى بقى افكرك بالايونيك بوند تاني. الايونيك بوند هي از فورمد، هي بوند. تعريف الايونيك بوند، تعريف الايونيك بوند هي ايونيك بوند از فورمد، بتتكون بين
بتتكون ما بين المين ومين؟ قال لك الميتالز ومين تاني معاها؟ النون ميتالز. يبقى هي بتتكون ما بين الميتالز ومين؟ والنون ميتالز. حلو الكلام ده. طيب بتتكون ما بين الميتالز اللي هي عباره عن ايه الميتالز دي؟ بتتميز بايه الميتالز دي؟ قال لك الميتالز دي بتبقى لارج سايز، حجمها كبير. وايه تاني؟ قال لك لارج سايز عندها ايه الميتال دي؟ ها الميتال دي فيها ايه؟ قال لك مميزات الميتال، واحد خدتها الترم الاول انها عندها لو ايونيزيشن انرجي. لو ايونيزيشن انرجي. طب نمره اثنين، لو افينيتي. رقم ثلاثه، لو الكترونيجاتيفيتي. نقولها تاني دلوقتي عشان ما تتوهش مني، الايونيك بوند is formed between metals and non-metals. حلو الكلام كده. الميتالز بتتميز بيه، الميتالز اللي هم زي دول بتتميز بانها ايه؟ لارج سايز. حلو الكلام. اللارج سايز بتاع الميتال ادى الى ايه؟ انها عندها لو ايونيزيشن، لو افينيتي، اند لو الكترو نيجاتيفيتي. طيب اللي يهمني ايه؟ اللي يهمني ايه في كل اللي احنا قلناه دلوقتي ده؟ قال لك اللي يهمك كلمه لو ايونيزيشن. كلمه لو ايونيزيشن لما اقولها على حد ده معناه انه ميك ميتال، يعني لما تيجي تقول ان الميتالز دي بتتميز من اللو ايونيزيشن، ايوه يعني انا استفدت ايه؟ يعني ايه الفايده من ان هو لو ايونيزيشن؟ لو ايونيزيشن يعني كان لوز الكترون. ها انا بحب اختصر الالكترون بايه كده؟ الالكترون ايزلي، سهل انه يفقد الالكترون بسهوله. يبقى فكره عمليه ان هو لو ايونيزيشن، نقولها تاني كلمه لو ايونيزيشن يعني ها كان لوز الالكترون ايزلي. تمام كده؟ تاني انا بعمل ايه؟ بعمل ايونيك بوند ما بين مين ومين؟ ميتال ونون ميتال. بيتميز الميتال ان هم لارج سايز اتوميك سايز بتاعهم. طيب ده يعمل ايه؟ حاجه اسمها لو ايونيزيشن، لو افينيتي، اند لو الكترونيجاتيفيتي. اللو ايونيزيشن اللي يهمني ليه؟ عشان ده بيخلي الميتال لوز الالكترون اسمه. طب الاستاذ النون ميتال بقى بيتميز بايه النون ميتال؟ النون ميتال بيتميز بيه ان هو سمول راديوس سايز. يبقى النون ميتال سمول radius size. طيب بيعمل ايه small radius size؟ واحد high ionization، عنده high، عكس بقى النون ميتال، عكس الميتال. النون ميتال عكس ايه؟ الميتال. هيبقى عنده high ionization. high ايه كمان؟ اللي احنا قلناه high affinity. ها ايه كمان؟ high ها electronegativity. العكس بقى، احنا كنا التانيين قلنا لو لو لو، ده بقى هيبقى high electronegativity. طيب الهاي ايونيزيشن، هاي افينيتي، هاي الكترونيجاتيفيتي، ده اللي يهمني منه اللو الهاي انفينيتي. بيهمني ايه اللو الهاي انفينيتي دوت؟ انه ايزي تو جيت. تاني عشان انا حاسه ان الحته دي في ناس اتلخبطت منها، الايونيك بول فورمد بتوين ميتالز اند نون ميتالز. الميتال بيتميز من اللو ايونيزيشن، لو افينيتي، لو الكترونيجاتيفيتي. اللو ايونيزيشن في الميتالز مهم جدا، تو ايزي تو لوز ان الكترون. طيب امال الهاي انفينيتي في النون ميتال ايزي تو جين الكترون. ده اللي بيخلي الفرق موجود ما بين مين ومين؟ الميتال والنون ميتال. فبقدر اعمل فورمينج للايونيك، فورمينج للايونيك بول. تمام كده؟ طيب طبعا هو هيبدا يشرح لك الميتالز بيعمل ايه؟ الميتال ايزي تو لوز ان الكترون. الميتال بيعمل لوز and electron، بيفقد الالكترون. طبعا an electron or more، يعني الكترون او اكتر، حسب ان هو عايز يعمل ايه. اهم جمله اللي بدانا بيها reach to nearest noble gas، يوصل لاقرب nearest noble gas. يبقى احنا عندي الميتال بيعمل losing an electron or more، بيفقد الكترون او اكتر عشان يقدر نوبل جاز.
وبيتحول في الحالة دي إلى positive ion بنسميها إحنا إيه؟ cation. دايما يقول لك إن متى لما بتوصل للنيرست نوبل جاز قالك بتوصل للنيرست نوبل جاز بريستيد فيز. يعني إيه كلمة بريستيد؟ قالك اللي يسبقها. يعني إحنا دايما لو بصينا على حاجة زي الصوديوم، الصوديوم الأتوميك نمبر بتاعها 11، لما بيحصل لوزنج بيوصل ل 10، فبيوصل لمين؟ للنير اللي هو بريستيد في البريودك تيب اللي هو بيصدق. يبقى احنا دايما نفهم ان الميتال بيعمل لوزنج ان الكترون او اكتر عشان يوصل للنيرست نوبل جاز يتحول لحاجه اسمها بوزيتيف ايون كاتايون اللي هو البريستيد. نخش على اللي بعد كده اللي هو النون ميتال. طب البيهيفير بتاع النون ميتالز ايه في الكيميكال رياكشن؟ النون ميتال ساتش از كلورين، الكلورين 17 2 8 7 هيعمل ايه؟ جين ان الكترون. طبعا النون ميتالز، النون ميتالز بتعمل دايما كلمه جينينج، وجين هنا قلنا ان الكترون او اكتر، يعني الكترون ان الكترون اور مور، مش الكترون واحد، ممكن واحد اثنين ثلاثه، يبقى جين ان الكترون اور مور عشان برضه ريتش تو ذا نيرست نوبل جاز ويتحول الى نيجاتيف ايون. تمام؟ اللي هي بنسميها ايه النيجاتيف ايون؟ انايون. نيجاتيف ايون بنسميها انايون. طيب بعد كده انا بقى دلوقتي عندي البوزيتيف ايون اللي هي الصوديوم، وعندي النيجاتيف ايون اللي هو الكلورين نيجاتيف. تمام كده؟ ما دام انا عندي البوزي ده فيزيكس بقى، ما دام انا عندي بوزيتيف وعندي نيجاتيف يبقى لازم يحصل حاجه اسمها ايه؟ ها؟ الكترو ستاتيك اتراكشن فورس، اتراكشن فورس. ده لازم يحصل ما بين بوزيتيف ايون اللي هو اللي هم الكلورين. يحصل بينهم الكتروستاتيك اتراكشن فورس، الاثنين بيحصلوا ما بين بعض. خد بالك من الجمله الجديده دي ان هي نو ميتاليستيك وكمان نو بارتيكل دايركشن، يعني ما فيش بينهم اي لا اتجاه ولا شكل. انا هتاخد بعد شويه في القبيله العكس بتاعها. تمام؟ بعد كده هنبدا نعمل ان ال ان اي سي ال بيبقى بينهم الايونيك والايونيك بوند بتتميز بانها very strong bond high boiling point، قويه جدا زي ما انا قلت في الاول انها بينهم electrostatic attraction force. ده كده الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه على الفورميشن بتاع الايونيك بوند. عايز اراجع تاني بسرعه معاك على اللي احنا بدانا بيه. اول حاجه بدات معاك بيها ان انا عندي حاجه اسمها ان الـ elements classified into stable elements and unstable elements. دي احنا اتكلمنا عليها وقلنا في الـ periodic table بيمثلها النوبل جاز عند حضرتك اهو، ده بيمثل مين؟ الـ stable elements، وبقية الـ periodic table الـ unstable اللي بيحاولوا طول الوقت ان هم reach للـ stability بتاعة النوبل او الـ inert gas اللي هي الـ inactive. دي نقطة رقم واحد. نقطة رقم اتنين كلمتك على قانون لاوس دوت الكترون كونفجريشن، وقلنا ازاي بعمل برسم الاتوم وبمثلها في الدوتس بتاعتي، وخدنا الاكزامبل بتاعت الصوديوم هتبقى عندها 1 دوت في الوقت ان السيليكون مثلا حاجه زي كده عندها الفور دوتس. بعد كده عملنا زي الفوسفورس عملنا بيرنج للدوتس دي لان عدد الالكترونز الاوتر موست انرجي ليفل فيهم بيبقوا اربعه يبقى اراوند ذا اليمنت زي في السيليكون. اكتر من اربعه ببدا اعمل بيرنج، وقلت لك كلمة البيرنج للالكترون دي اسمها لون بير. تمام كده؟ اوعى تنسى كلمة لون بير لان هشتغل فيها في انذر بوند اللي هي كوردينيت بوند، ودول اسمهم ايه قلنا؟ بوند بير. تمام كده؟ ده كان بالنسبة للاوس. ثالث حاجة بدأنا نتكلم على التايبس اوف بوند، انواع البوندز اللي عندي. اتكلمنا ان البونز دي بتتقسم الى حاجتين،
ايه هما؟ chemical bond وphysical bond. تمام كده؟ وجيت اتكلمت على الكيميكال انواعهم ثلاثة انت المفروض عارفهم اللي هما الايونيك وفيلنت وثالث واحدة ايه؟ وأورجانيك. طب والفيزيكال امال الفيزيكال ايه نوعين؟ هيدروجين وميتاليك. ده كده بالنسبة the types of the bonds كان كيميكال ولا فيزيكال. تمام؟ آخر حاجة خدناها النهاردة قلنا عليها الأيونيك بوند، وكلمتك أهم حاجة إن الأيونيك بوند ما بين مين ومين؟ ما بين ميتال ونون ميتال. في حاجة مهمة جدا إن الأيونيك بوند الصفة بتاعت إنها بتعتمد على الميتال والنون ميتال، دي أول حاجة. تاني حاجة ديبند على حاجة اسمها الالكترو نيجاتيفيتي. اتكلمنا على ان الالكترو نيجاتيفيتي انكريز از وي جو تيبل، بلاقي نفسي وانا ماشيه في البريودك تيبل الالكترو نيجاتيفيتي انكريز وديكريز از وي جو من اب تو. الالكترو نيجاتيفيتي مهمه؟ اه مهمه جدا. ليه مهمه؟ لان انا عندي حاجه زي الصوديوم كلورايد الدف بتاعتها اكتر من الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بتاع الالومنيوم كلورين تراي كلورايد. الالكترونيجاتيفيتي هنا الديفرنس فيها اعلى من 1.7. كل ما الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي اعلى من 1.7 فالايونيك بوند از فورمد بتبقى فيري سترونج. لو الالكترونيجاتيفيتي اقل من 1.7 هيبقى الالكترونيجاتيفيتي بتاعتي، لو احنا عندنا اقل من 1.7 الايونيك بوند از فورمد بتبقى ويك جدا وتقريبا ممكن ما يحصلش بينهم ايونيك بوند. يبقى الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي طول ما هو اعلى من 1.7 طول ما الايونيك بوند از فورمد. ده كده الدرس بتاع النهارده ليسون 1. ان شاء الله المره الجايه نكمل بقى الكوفيلنت بوند والتو اوردينيت بوند. ثانك يو واشوفكم على خير.